في قلب محافظة ظفار بسلطنة عمان يقع موقع شصر المدرج بقائمة التراث العالمي، شاهدا على براعة الحضارات القديمة. يعد الموقع بما يحتويه من قطع أثرية تاريخية من مختلف الحضارات القديمة بمثابة منارة لجهود التعاون في مجال الآثار. في سلطنة عمان يقف موقع شصر المدرج بقائمة التراث العالمي في قلب محافظة ظفار، شاهدا على براعة الحضارات القديمة وأسرارها والتي كرس عالم الآثار العماني مبروك مسن حياته لكشفها. قمنا بحفريات في المنطقة وقمنا بحفريات في صلالة، ولكن تعرف يعني وما الحب إلا الحبيب الأولي، أنا حنيت للمنطقة، ما حبيت أني أروح أهجر المنطقة، هذا السبب. يمكن أنا كان يريدوا أني أصبح مدير للآثار في البليد وفي هذا الموقع، وكان البعثة الأمريكية تريد تحضر لي الدكتوراه في أمريكا، لكني أنا رفضت لأني حبي لهذه المنطقة ما حبيت أهجرها له. ويعد موقع شصر بما يحتوي من قطع أثرية تاريخية من مختلف الحضارات القديمة بمثابة منارة لجهود التعاون في مجال الآثار. تدعو سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تقديم خبراته وموارده لكشف القصص الخفية للموقع، وهو ما يتطلب بعثات عالمية، خاصة وأن الموقع لا يزال يحافظ على الغموض الخاص فيه، وهو بحاجة إلى خبراء وإلى دراسة عميقة لإظهار المنطقة.